أعلنت الحكومة الشرقية في ليبيا عن وقف إنتاج وتصدير النفط الخام في إطار صراعها مع حكومة طرابلس المعترف بها دوليا للسيطرة على البنك المركزي وثروات النفط. وأفادت شركة الواحة للنفط المزودة لميناء سدرة أكبر موانئ التصدير في البلاد بأنها ستبدأ تدريجيا في تقليص الشحنات. كما أكدت شركة سيرت للنفط أنها ستبدأ في تقليص الإنتاج. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة الأمم المتحدة في عام 2020، فإن الانقسامات السياسية العميقة بين شرق وغرب ليبيا لا تزال تؤدي إلى معارك وحصارات تستهدف أهم موارد البلاد. يذكر أن ليبيا تعد صاحبة أكبر احتياطيات نفطية معروفة في إفريقيا، إلا أن الإنتاج تأثر بسبب عقود من الاضطرابات السياسية. وقد أنتجت ليبيا حوالي 1,150,000 برميل من النفط يوميا في الشهر الماضي، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.